معنا الأخ جمال شاهين، يعني من سخنين، ساكن حضرتك في أطراف البلد. تحكي لنا شو المعاناة بالنسبة لأبنائك الطلاب، يعني توجههم للمدرسة، شو المشكلة اللي بتعانوا منها؟ المشكلة إنه هون في إحنا ساكنين بعيدين عن البلد، يعني الأولاد بدهم يروحوا على المدرسة يعني أقل إشي في 3 كيلومتر 3 كيلومتر ونص يمشوا مشي كل يوم، روحة جيني يروحوا 3 كيلومتر ونص ويرجعوا 3 كيلومتر ونص. نعم. بس كنا طلبنا من البلدية عدة مرات على أساس إنه مرت فترة كانوا يجوا يأخذوهم بالسيارة، مرات ينزلوهم نص الطريق، مرات ما يأخذوهم الشيري. آخر إشي يعني رحنا عدة مرات على البلدية، أنا رحيت وجميل أخوي راح على أساس إن يداوموا يعني يأخذوهم يوم يوم، ما كانش تجاوب. صارت الحجة يعني عند الشفرية إنه الطريق مش منيحة وكركار، إحنا منقدرش نفوت لأن الطريق مش مزفتة. وبتذكر مرة أجوا شافوا الطريق وقالوا خلص نفوتوا وفيش تجاوب. إسا طب شو الداعي؟ يعني أنا سيارتي مثلا، سيارتي سيارة من الجنس المليح، استطعت أفوت بسهولة، ما فيش فيها أي خطورة يعني. هاي بعرفش، هاي بدها ترجع إلهم يعني هن، إنه كيف يعني بيلاقوا حجة من الزي، مع إنه سيارات جديدة من الوكالة عم تيجي وبتفوت وبتطلع، أما هن الظاهر بدي يلاقوا حجة مشان ما يجوش ياخذوا الأولاد. يعني إسا من جديد السنة الأولاد عم بيطلع الصبح بيجوش ياخذوهم من البيت، الأولاد عم بيطلعوا من المدرسة بالسيارة بنزلون نص الطريق. وبكملوا مشي الأولاد، يعني لأنه الأولاد بيطلعوا بالمدرسة بيلاقوا سيارة واقفة فبيجبروا صاحب لأنه يركبوا فيها غصب عنه، يعني مش بخاطره حتى. بعرف شو، يمكن لأنه بخذ يعني بقول كأنه بخذن، يعني إنه خلص أنا مداوم إني بخذن، أما بنزل بنص الطريق. مين هذا الشوفير؟ بعرفش. أما المفروض إنه يداوموا على ان ياخذوا الاولاد من البيوت ويرجعونا للبيوت. مثلا في هون ولد عنده اعاقه، عنده بالقلب، من ما خلق عنده بالقلب، وبرضه هذا الولد عنده اعاقه، وفي اخرى ولد عندي عنده اعاقه بسمعش باذانه، يعني المفروض ان ياخذون. بعدين مسافه طويله، مش يعني مسافه قريبه. عندك هذاك الولد بيمشي 3 كيلومتر ونص، واخرى 3 كيلومتر، هاي 7 كيلو يعني كل يوم. مش بس هيك، في عندي اخرى بنت برضه بتروح على المدرسه، في اخرى ولد، وفي اخرى اولاد اخوي اخرى، يعني بروحوا كل ليله بمشي وبرجعوا مشي. طبعا نحن بنذكر انه انت ساكن في اقصى الجهه الشماليه الغربيه في البلد، وانت ابعد دار موجوده في سخنين. وبرغم هيك هاي المعاناة مستمرة عندك، يعني أكثر من سنة حكيت. كان توجه لمدير قسم المعارف أو حتى مسؤول قسم المعارف في البلدية فاروق زبيدات؟ أنا ما روحتش عند فاروق صراحة، في نعم. أخوي جميل قبل هيك، قبل هاي البلدية، قبل نعم. يعني ما تكون بلدية جديدة، نعم. راح وتمشكل وياين، و حتى وصلت لانه حكى مع محامي اللي هو يوسف شعبان بالنسبه للموضوع على اساس يحلوها، يعني مش انه شكوى، على اساس يحلوها. وقالوا وبرضه المساله ما انحلتش، يعني هذا الحكم البلدي اللي قبل هيك. نعم. ولحد اسا المعاناه قائمه. ومش عارف شو يعني شو حلتها، يعني حلتها هي بايديهم. واشك انه هن عم بيسجلوا اني باخذوا الاولاد، يعني مرت فتره طويله كانوا ياخذوا الاولاد ويسجلوا اني باخذوهم، يعني عمليا هن باخذوا معاش اني باخذوا الاولاد وباخذوهم يعني نفس الفتره، يعني اشي زي ما تقول غامض. بناخذهم بناخذهم، ايش يعني؟ إيه، إشي مش مفهوم. شكرا لك.